37 70 59 39 هو رقم التواصل معنا في هذه الفقرة التفاعلية كوتش اللقاء. طبعا يمكن لكم تصلوا بنا وتشاركونا بآرائكم مشاكلكم تفتحوا لنا قلبكم. مرحبا بكم في التسجيلات الخاصة بقناة إيمان شرادي. شكرا. الصباح نظريات كثيرة تم تطويرها في ميادين التربية وعلم النفس باش نفهموا كيفاش الطفل كيفكر وكيتعلم، ومن هذه النظريات وصلنا إلى أنماط التعلم اللي هو موضوعنا اليوم. فإلا بغينا نشرحوا شنو كيعني نمط التعلم بشكل مختصر، فهو طريقة اللي كيوظفها الطفل باش يكتسب المعرفة. والنمط التعلم ماشي هو شنو اللي كيتعلمه الطفل بقدر ما هو كيفاش تعلمه هذا الطفل. وهذه المقدمة ديالي ماشي الغرض منها نفسر ونشرح الموضوع بقدر ما هي تمهيد للكوتش شاهد. كي جيتك على وزن دايره اختي حليمه لاباس عليك؟ الحمد لله صباح النور عليك. تحياتي للمستمعين الكرام. مرحبا. نسي عطيتي راك عطيتي صافي سالينا الفقره يلا لالا بسم الله نشوف حنا يعني التعريف ديال المفهوم ديال نمط التعلم هو فعلا ماشي ماشي هو شنو كيتعلم الطفل او الطالب بل كيف يتعلم. نعم. وهذا الشيء اللي غنشوفه معك مفصلا. أكيد. انا غير غير البركه لا تبارك الله عليك. هاد الانماط ديال التعلم هما اللي كيخليونا نفسروا. غادي نعطيو انا نعطي مثال بالاطفال الصغار. نعم. وغندير واحد المقارنه. كاين وليدات اللي ملي كيجي يتعلم الحروف او حرف جديد كيتعلموا على شكل يعني استاذه حدها كترسم هذاك الحرف في السبوره كتكتبوا صافي هذاك لان كنقولوا عليه بصري التقط هذيك الصوره صافي كما تنقولوا دخل ليه الدماغ صافي واحد اخر ما دخلش ليه الدماغ ديك الساعه. نعم. وقتاش دخل ليه الدماغ حتى جابت لهم الحروف اللي على شكل قوالب وبدا كيتحسسها بيدو. نعم. هنا تنقولوا هذا الحسي. نعم. الحس اللي عنده اللمسي او الحسي. نعم. يعني عن طريق اللمس وحس بها بداك القالب ديال الحرف صافي دخل ليه داك الحرف مثلا الجيم ولا حرف الباء. بالنسبه لوليدات صغار اللي يلاه كيتعلموا. نعم. كاين واحد اخر وقتاش شد الحرف شدو ملي عطاتو ليهم الاستاذه او المربيه على شكل اغنيه. اذا هذا تنقول عليه سمعي او بالتكرار اللفظي ان الاستاذه بقات كتكرر داك الحرف على المسامع ديالهم. وفعلا وخده. احنا بزاف يا ما حفظنا المحفوظات هكاك عن طريق عن طريق هذا ولكن يعني دابا النغمه. دابا انت قلتي اذا انت غتكوني سمعيه. انا سمعيه. سمعيه وحده اخرى. لا في الحقيقه حتى كتابيه انا تتشوفيني ديما انت حتى معك دابا ديما الورقه والستيلو. اذا حيت هو باش نوضحوا واحد المساله. حنا راه ما كاينش شي واحد اللي هو بصري فقط سمعي فقط وحسي فقط. نعم. لا هما هاد الانماط راه كاينين فينا كاملين. كاينين فينا كاملين غير هو كيكون واحد النمط اللي هو طاغي. نعم. يعني كنبغي مثلا ناخذ معلومه بالبصري اكثر انا بصريه مثلا اللي سامعي ياخذها بالسمع. هادو كلهم راه حواس كاينين فينا هي كاينه حاسه اللي كطغى على الاخرى وكنبغي ناخذ بها المعلومه. انت نمط التعلم ديالك بصري احنا تبقى تقولي لنا على الناس نعرفوك حتى انت باش نوضح واحد المساله. انا في الاول كنت حسيه. نعم. وكان البصري عندي ناقص ملي درت حيت كاين واحد الاختبار كيدار. وخدمت على راسي شويه وليت حاولت نوازن توازني ما بيناتهم. النتيجه لقيت فعلا ولا واحد التوازن ما بيناتهم نوعا ما. جميل. هذا هو اللي خص يعرفوا بان هاد الانماط بحال الذكاءات كيف ما كاين كيفاش ننميوها حتى هاد الانماط هذه كنحاولوا نخدموا عليها. نعم. فحنايا الاساس المربيه او الاستاذ او اللي كيقري او الام والاب في المنزل اللي يكون يخدم مع وليداته ولا يتعامل معهم في القسم مثلا كتخصك توشي كاع الانماط. نعم. راه ما يمكنش غتجي مثلا الحرف ديريه في السبوره هذا هو الخطا اللي تيوقع. كتعطي احيانا المعلومه بالشكل البصري. شكون اللي كيشدها؟ كيشدها البصري. نعم. كيبقى مشكل عند السمعي والحسي. اذا هنا باش كنقولوا علاش داك الوليد ما فهمش ولا ما قبضش هو راه المشكل في الطريقه باش انت وصلتي ليه المعلومه. راه ما وصلتيهاش له بالنمط ديالو. اذا الاستاذه ولا المربيه كتحاول انها توشي هاد الانماط كاملين كيفاش انها كتعطيها كتعطيها المعلومه البصري بالشكل البصري. نعم.
يا راه ما تتقسمش كلشي حاضر في القسم. ملي كتعطيها للبصري راه كيشدوها البصريين، كتعاود تعطيها بالشكل السمعي كتثبت عند البصري مزيان وكيشدها السمعي. هذا هو هنا كنقدر نحقق نجاح العمليه التعلميه. راه فعلا الجهل بالانماط ديال التعلم تيخلي العمليه التعلميه فاشله. وهادشي راه هاد عفوا هاد الاسس التربويه ولا التعليميه راه من زمان، راه غير ما تنردوش البال يعني لبعض الاشياء. مثلا خير مثال على ذلك المسيد، يعني ملي كنكونوا المسيد يعني فين تيقراو الدراري الصغار القران وتيقراو على السبوره وتيقراو بواحد الطريقه اللي هي سمعيه، كل شيء تيردد نفس الايه على واحد نفس النغمه وفي نفس الوقت كاينه قدامهم اللوحه وفيها فيها الايه. تماما تماما تماما، يعني هادشي راه من من من, من قديم، ولكن ربما ما تنردوش البال بزاف ديال المسائل، وربما الا رجعنا غير اللور يعني وشفنا بعض الامور اللي كانوا يعني هادي واحد 50 ولا 60 عام، راه تلقاو بان فعلا الانسان ولا المغربي راه كنطور وكان عارف وكان يعني عنده واحد الاسس والاساليب في الحياه اللي كانت ناجحه أكيد وفعاله. دابا زعما تطورات دابا تطورات الواحد تلف، الواحد تلف لانها حتى كثرت المعطيات تتلف. هو غير المساله ديال كي قلتي ديال شي حاجه كنجهلوا بها، وهي كاينه، هي في حقيقه المشكل كاين في قله التكوينات. نعم، لان وخاصه يعني ما عرفتش انا المدارس الحكوميه، ولكن المدارس الخاصه يعني كاين هذا المشكل هذا ديال ما تياخذوش الاساتذه تكوينات دوريه يشوفوا الجديد يشوفوا، فهمتي؟ يعني انا كنت استاذه وفي المؤسسات كاع اللي اشتغلت فيهم ما كانش تكوين، ما كنتش كنعرف شنو انماط التعلم، وكان غير اجتهاد منا تنحاولوا حنا نبحثوا ذاك الوليد كيفاش خصنا نتعاملوا معاه وكيفاش غير الاساتذه بيناتنا، فهمتي؟ كنوليو نتناقشوا ذاك الوليد كيفاش داير عندك انت وكيفاش، حتى كنخرجوا بواحد الخلاصه وكنتعاونوا بيناتنا كيفاش اجتهاد شخصي نتعاملوا معاه. اجتهاد شخصي هو كما قلتي هادي زعما تنسطر عليها وكذلك تنفتح فيها بواحد القوس، ان الانسان خصو يطور ماشي يطور، خصو ياخذ دورات في جميع الميادين في اي مهنه. في اي مهنه الحمد لله دابا هاد المساله متوفره، يعني انسان ما عندوش حجه عليها. يعني الحمد لله الدورات في اي مجال بغيتي كيف ما كان كاينين الحمد لله، من ولاو مدربين في التنميه الذاتيه زعما الصراحه حلوا لينا عينينا على بزاف ديال المؤسسات اللي تعاون الواحد. يعني غير الاجتهاد الشخصي ديال الانسان كانسان، المؤسسات حتى هي كذلك لازم انها تعاون، يعني يعني تنظيم دورات احنا كما تنقولوا دي فورماسيون، يعني الواحد خصو يكون اجور ويدير ديك لا ميزاجور دائما، لان كل نهار كاين جديد. اكيد على ذكر هذه المساله هذه واخا طولنا فيها، شتي البرنامج اللي كنقدم قدموا المؤسسات ديال أكاديمية إنجاز؟ نعم. كانوا فروا دورات مجانية. نعم. لتأطير الأساتذة للآباء في العلاقات الزوجية. باش ما باش 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 نعاونوا ذاك المحيط ديال ذاك الطفل أنه يكون يعني مأطر مزيان. نعم. نكملوا معاك. قلنا بأن كاين ثلاثة ديال الأنماط. نعم. وكاين النمط البصري، وكاين النمط السمعي، وكاين النمط الحس حركي. حنا غادي نحاولوا أننا نشوفوا النمط كل نمط كيفاش كيتميز. بالنسبة للتعلم البصري صاحب هذا النمط هذا تيبغي تيشوف العالم كامل عن طريق الصور، كيف قلنا كيعتمد على الصورة. إلا مثلا تذكر شي حادثة يقدر ما يتذكرش الأسماء ولا شنو وقع ولا هذا، كيتذكر الصور هكا كيجيو دي فلاش. نعم. تيذكر الصور. يقدر يتلاقاك اختي حليمة يقول لك أنا الصراحة ما عرفتش سميتك ولا فين شفتك ولكن وجهك راني عاقل عليه. يعني انسان ما عرفتش فين شفتك فين شبهتك. الصورة راه هي عنده في الدين ديالو، ولكن وباش نعرفوه أكثر راه النظر ديالو غالبا كيكون يتجه يمينا ويسارا، وهذه راه عندها واحد الدلالة. نعم. اللي كيتجه يمينا ويسارا تيخدم الفصل الأيمن والفصل الأيسر. فهمتي؟ عيني تيكونوا هكا كيشوفوا الفوق مرة هو تيتكلم معك. القرارات ديالو كتكون سريعة، وحتى طريقة الكلام ديالو بحال دابا كتكون سريعة، كيكون سريع الكلام. ماشي كاع سريعة وإنما شوية لا تجيب لي يلا راني كنزرب ما عرفتش. البصري كيتعلم باش مزيان أن احنا نعرفوا المعلومات على البصري، كيتعلم بالتكرار الكتابي. والبصريين من النوع اللي تيبغيو ياخذوا الاوامر يعني في العمل ديالهم ولا على شكل مكتوب.
تقدري دابا تجي تقولي له فلان خصك ديرو 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 ما شداش ولا كتبتيها له صافي فهمتي. انا من هذا النوع كما قلت لك يعني خصني ضروري ندون ضروري ندون ونكتب كما تنقولوا نتكونسونطرا مع الورقه باش نعرف راسي شنو تندير. انا ندون ونسمع على راسي داكشي اللي سندون اختلطت بجوج بجوج. وحنا نشوفوا السي سعيد شنو غايقول لنا من تطوان وتنقولوا له صباح الخير. صباح الخير لله. واش مبروكه علينا وعليك السي سعيد بارك الله فيك. الله يجزيك بخير. بغيت غير نستشر الدكتوراه فواحد القضيه درت اختي شي تحاليل وطلعوا لي لي جلوبيل بلون. مرحبا بكم في التسجيلات الخاصه بقناه ايمان شرادي. شكرا. يعني اكثر من العدد يكون فيها 10000 انا عندي 40000 ودرت التحيلة الثانية عاوتاني بعد واحد المدة نفس المشكل والتحيلة الثالثة نفس المشكل باقي ما تحركوش من بلاصتهم باقيين ديك 40000 ديما. أما لي نعم. جلوبيل روج هما عاديين وما عندي لا سكر ما عندي حتى شي حاجة كنحس بصحتي مزيانة ما عندي حتى شي مشكل. نعم سي سعيد. سي سعيد ربما أنت دابا عندك المشكل صحي. احنا دابا في فقرة كوتش اللقاء فكنقترح عليك ان شاء الله الاسبوع المقبل ان شاء الله يوم الاثنين تكون مع الزميلة ديالي جيهان ماينا وغيكونوا مع اطباء وممكن تطرح عليهم المشكل ديالك. طبيعة الحال منين جانا اتصال فكنبغي نقول للمستمعين الكرام ان اتصال اولا رقم اتصال ديالنا هو 0537 70 59 39 باش تشاركونا بارائكم مشكورين في صلب الموضوع. شكرا سي سعيد واخا هكاك على اتصال بنا على اتصال بنا ونكملوا معك حوارنا أزهر. اذا كيف قلنا بان البصري كيتعلم على طريق التكرار الكتابي التخيل الرسم الالوان ودائما تيكون عنده ذاك الربط البصري. نعم. كيفاش نميز الطفل البصري عندي في داخل القسم ولا حتى في المنزل بالنسبه للاباء؟ لان مزيان الاباء حتى هما يعرفوا الانماط ديال التعلم ديال وليداتهم تتولي تسهل عليهم حتى التعامل ماشي غير ماشي غير يعني في التعليم راح حتى في المعامله. حتى في المعامله لان كيبقى نمط ديال حتى هو شخص واحد الجزء من الشخصيه ديالته في التعامل. نعم. من النوع اللي كيتابع المدرس هو تيتنقل من مكان لمكان تيهتم بزاف المظهر ديال الاستاذ يعني كانوا تلاميذ انا عندي دابا عاد كنرجع الذاكره كي كندخل الا كاين شي صغير في الباس ديالي استاذه بالصحه عاد خديتي هذيك واحده اخرى ما ردش البال. نعم يعني ماشي بصري ماشي بصري داك اللي بصري كيلاحظ كيلاحظ بزاف التفاصيل الظاهره. نعم. يعني وكيهتم بالملصقات الحائطيه. يعني هنا خصني نركز على هذه المساله باش قلنا ان خصنا نقيسوا جميع الانماط في القسم وفي العمليه التعلميه. اذا انا منين ندير شي درس ولا بغيت شي قاعده تحفر في الدماغ كندير كنلصقها في الحيط باش كيبقى يشوفها ديما. نعم. هذاك البصري صافي يعني تهنيت منه تنولي ثاني نشوف ثاني السامعي باش غادي نعم باش باش غنوصل له هذيك تبقى دائما حتى هي باش تحفر في الدماغ ديالو. نعم. اذا النمط ديال التعلم البصري كيركزوا قلنا كيركزوا الاصحاب ديالو على الاشياء اللي هي مرئيه كي قلنا وعلى الملاحظه وكيستعملوا جمل ملي كيكون جالس معاك تيقول لك خليني نشوف مثلا كتكون تعاود له على شي حاجه يقول لك وريني فهمتي شي حاجه كتعاودي له عليها شفتيها ولا مشيتي ليها وريني الصور. نعم. هكا الحديث ديالو تيكون بعكس السامعي ثاني غنشوفو انا تيقول لك عاود ليا. نعم. ربما احيانا يعني حتى المفردات الانسان اللي تيستعملها تتكون تلقائيه على نمط التعلم على نمط التعلم وتلقائيه كتجي. نعم. كاين نمط ندوزو لنمط التعلم الثاني اللي هو النمط السمعي. هذا النمط هذا تيركزوا الناس ديالو او اللي عندهم هذا النمط هذا على المعلومات الشفويه وكيقول لنا كتكثر عندهم هذه العبارات ديال قول لي اخبرني وقول لي زعما اجي نهضروا على هذه الحاجه فهمتي. عندهم هذا عندهم واحد القدره كبيره على انجاز مهمه جديده غير بعد سماع الشرح ديالها من يعني من صاحب المهم اللي عاطي ذاك الامر. نعم. يعني يقدر كتابيا يقول لك عرفتي شنو غير وفر عليا عاود لي غير قول لي شنو نتايا في فمك باش توصلوا هو احسن هو غتوصلوا سمعي احسن. فعلا فعلا حتى في تعاملنا اليومي بشكل يومي يعني على مواقع التواصل هذا كاين اللي كيبغي يصيفط ان ميساج اللي هو كتابي وكاين اللي كيبغي يصيفط اوديو اوديو بحالك انت مثلا. غنمشيو للزاكوره ونقولوا صباح الخير نوره. صباح النور لالا نورا. ابو صباح النور. صباح الخير. بارك الله فيك. شكرا. مرحبا بك وجمعة مباركة. شكرا بارك الله فيك. الله يبارك فيك علينا وعليك. شكرا بارك الله فيك. بغيت
تفضلي. على بنتي الله يرحم والديك. أيه. عندي واحد البنيه عندها 14 سنه. نعم. عندها دقة الملاحظة في من الابتدائي في القسم اللي قرات فيه تيقولوا لي راه عندك دقة الملاحظة. ما شاء الله. ما شاء الله. وعندي دابا عندها الكاتريان هاد العام في الرياضيات تجيب دايما 21 نقطة. ما شاء الله. الإنشاء ما شاء الله تتكتبوا من اللي كانت في الابتدائي شي مواضيع ما شاء الله المهم جميع. المهم عندك البنيتة كتقرا مزيان. تقرا مزيان المهم كانت في الاول كانت منطاويه شويه دايره نصاحتي كانت شويه المهم تدير ولكن بالفضل ديالكم تبان هاد لي كوتش وهذا وليت متامن معاها بس تبارك الله عليك هادي المهم هادي زوينه هادي لا هادي لا المهم البنت شويه المهم غير هي القرايه في الاول كانت كتقرا مزيان نعم في جميع في المواد كاملين عندها دائما 19 واخا لالا نورا شنو الاشكال؟ لالا نورا الموحد لالا نورا شنو هو الاشكال؟ شنو هو المشكل؟ دابا انايا خفت البنت من بعد تبقى مع تيقول لك اللي تقرا مزيان اللي تيقرا مزيان في الاول في الاخر لا لا هيا معك كوتش هزار غادي تجاوبك ما شاء الله على اختي نورا ما شاء الله على الابنه ديالك يعني هادشي اللي قلتي لنا كله تيفرح ويخليك تكوني يعني فخوره ببنتك فما يكونش عندك هاد التخوف هذا علاش هاد التخوف هذا راه يمكن ياثر سلبا على التعامل ديالك معها ربما تقولي لا خليها نقص عليها شي شويه ما تبقاش تجهد راسها في القرايه وهذا اياك هاد الفكره تجيك هي غادا على راحتها كتخدم براحتها انت ما كتجبريها ما كتضغطي عليها ما والو فخلي هاد المساله ديال اللي بدا كيقرا بزاف من بعد تيعيا الا كان ضغط ايه الا كنا كنضغطوا عليه باش يقرا بزز وفعلا وتيجيب نقاط زوينين ولكن راه بالضغط هي من ذات راسها وبخاطرها خلي هذاك الشيء عفوا تلقائي إيه خلي الامور غادا مزيان يا لا 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 نورا ما تضغطيش انت عليها نمشيو من زاكوره لتاونات نقولوا صباح الخير سي هشام السلام عليكم اختي وعليكم السلام تحياتي لك وتحية للدكتورة الكريمة مرحبا مبروك رمضان الله يجعلك عليكم ان شاء الله الصحة والسلامة يا ربي امين بارك اول مرة اللي شارك معكم ان شاء الله مرحبا وان شاء الله ما تكونش اخر مرة ان شاء الله بارك الله فيك السؤال ديال اختي العزيزة عندي واحد الوليد العمر ديالو تقريبا 9 سنوات ايه شنو نقول لك يعني عنده واحد جزء صغير بزاف يعني التركيز ديالو في يعني في اليد ديالو كيكتب ياك كيفاش كيكتب يعني بواحد الدقه كبيره بزاف يعني يدو ثقيله بزاف نعم نعم يعني حتى كتمحي الاستاذه كتمحي ديك السبوره كيقول لك انا مازال ما كملت ديما كياكل العصا فهمتيني الاستاذه دائما يعني كدرو ما عرفت اش غادي ندير معاه ديتي للطبيب سي هشام واش عنده شي حاجه اللي هي عضويه قال لي ما عندي حتى شي حاجه فهمتي غير هو تيكتب ثقيل كيخاف قال لي كيخاف شويه وصافي يعني نعم عنده تخوف نعم ما حاولتيش تعرف شنو هما الاسباب سي هشام ما حاولتيش تحاوروا تجلس معاه تسولوا من اشي خايف جلست معاه قلت له ولدي شنو بغيتي يعني في الحياه ديالك شنو ضرك شنو أيه؟ واش ما بغيتيش قرايه واش ما بغيتيش يعني شنو بغيتي ندير لك نعم قال لي نعم. بابا انا كنخاف من القرايه كنخاف بزاف كضرب من الاستاذه مشيت عندها كتقول لي راه ما كيسمعش ولكن كنقول لها ديتو للطبيب وراه قالوا لي ما كاين حتى شي حاجه فيها الحمد لله عنده تخوف يعني كيتضرب بزاف وصافي فهمتي والنقيطات ديالو تيجي مزيان ولا لا هاد الدوره اللي فاتت دابا جاب 5.89 نعم هادشي اللي كاين يعني هو خاصني ما عندوش شي مبررات يعني في النتيجه ديالو شي مبررات هكذا زعما كتجيبوا لي ديالك تجيبوا لي الامر ديالك ولا شي حاجه ما عندو حتى شي حاجه في هذه المسائل هذه الحمد لله وكنتمنى ان شاء الله يبقى شي ان شاء الله احنا غادي تعطيك الكوتش أزهار بعض النصائح تمنوا خير ان شاء الله هو خويا هشام بالنسبه للمشكل الاول ديال التخوف يعني عنده عدم ثقه في النفس وهذا عدم الثقه في النفس خصها خدمه يعني بالنسبه لوليد الصغير خصها اكيد مرافقه حنا غنحاولوا نعطيو بعض النصائح كيف قلت انايا من قبل بان الا كانت مراكز عندكم الحساب الذهني هو راه تيعاون في هذه المساله هذه هذا الشيء الا ما كانش عندك امكانيات انك دير له يعني مرافقه خاصه بالنسبه للبطء في الكتابه
كاين واحد الامر قصار عليك واحد التمرين حنا كنديروه لوليدات كيكون في كل حصه حتى هذوك الوليدات اللي هما ثقالين سبحان الله العظيم تيولي دغيا كيكتب انا غنقول لك التمرين وراه اضافه للتمرين الى عاونتي تنقولها ونعاود والله لان غير داك العام الخدمه ديال لاباكوس الاصابع تتولي كتخدم بسرعه فما تحسش بان الوليد اللي كيكون ثقيل هي كيولي يكتب دغيا التمرين هو بامكان شرعي شكرا غادي تاخذوا رقيك وغادي تكتب فيها من صفر حتى لتسعود ما نديروش حنا كتابه حرفيه باش لان غادي يولي عنده مشكل ديال خصو يرسم الحرف بشكل صحيح والكتابه خاصها تكون نقيه غادي ناخذوا غير ارقام من صفر حتى لتسعود غتخدم له الكرونو غتقول له دابا انا غادي تدير له مثلا من صفر حتى لتسعود دير تحت منه واحد 20 سطر ياك بالموازاه مع داك السطر ديال من صفر لتسعود وغتقول له غادي تكتب لي هاد الارقام وتعاودهم تتعمر لي هاد السطوره كاملين ولكن بسرعه هذا بغيتو يكون تمرين يومي النهار الاول غادي يديرو مثلا نقولوا في 7 ديال الدقائق لا غد لي غتقولوا ها انت ودابا حنا خصنا نتحاربوا مع الوقت باش ديروا في وقت اللي هو اقل غادي يزرب شي شويه غادي يولي في 6 دقائق وانا اكيد انه ما غاديش يكمل الشهر حتى غادي يولي يكتب لك من صفر حتى لتسعود في 2 دقائق واقل وغادي تلاحظ ان حتى الكتابه ديالو غادي تولي سريعه صافي يدو خداس على السرعه هذا تمرين مهم وكنديروه في الحصص ديالنا دائما هو باش كنبداو ديال السرعه وكنلاحظوا الكرونو كيتبدل تيتغير كاين وليدات دابا اللي من 7 ديال الدقائق وصلوا للدقيقه ونص ما شاء الله ما شاء الله هو بتدريب يعني الواحد يجرب انه ينمي من القدرات ديالو كما كنقولوا دائما كوتش ازهر ممكن يجيب نتيجه ماشي ممكن حتما يجيب نتيجه ايجابيه نتمنى نكونوا فدناك سي هشام من تونات وكل المستمعين الكرام اللي اتصلوا بنا اليوم الوقت ياخذنا بسرعه نصيحه منك حول الموضوع ما غاديش نكملوا الانماط لان ال 10 و 53 دقيقه هذه و في لا ريجي تيقولوا لي انني خصني نختم هذه الفقره ف بسرعه اذا النمط السمعي تيعتمد على السمع بقى النمط الحس حركي هو اللي كيكون كيخدم الاعضاء الجسم ديالو بزاف وهنا غادي نمشي لواحد المساله مهمه بسرعه هو انه كاين علاقه ما بين انماط التعلم والذكاءات فاللي كيكون عنده مثلا نمط حس حركي كنعرفوا بان الذكاء اللي غيكون طالع عنده هو الذكاء الرياضي اذا ولا الذكاء الجسماني يعني هنايا كاين واحد الربط ما بين الانماط ديال التعلم وما بين الذكاءات المتعدده كنتمنى انا الاساتذه المربيين اللي في اي مجال ديال التربيه وديال التعليم يبحث اكثر في هذا الموضوع هذا باش يقدر يوصل المعلومات للوليدات اللي عنده بشكل صحيح باش نضمنوا نجاح العمليه التعلميه وكما قلنا الامور تكون مضبوطه يعني ماشي اي حاجه ناخذوها نشوفوها ونقولوا راه خصها دير بحال هكا خصنا نستعنوا بالناس ديال اهل الاختصاص وما كاين ما احسن من التخصص باش نعرفوا شنو عندنا وشنو نقدروا نديروا كيفاش نطوروا من نفوسنا دائما شكرا لك ازهر كنت سعيده جدا انا اكثر والله استضافتي لك هذا الاسبوع وان شاء الله نتمنى نتلاقاوك في فرص اخرى ان شاء الله والله يسهل عليك ويسهل علينا كاملين امين شكرا ان شاء الله في هذه الجمعه نقدم لك تحيه خاصه الله يحفظك وتحيه للطاقم اللي تيسهر على يعني السير ديال هذا البرنامج صراحه تيبذلوا مجهود كبير تبارك الله اليوم تبارك الله عليك وتحياتي للمستمعين الكرام بارك الله فيك تحياتنا كذلك لكل مستمعينا الكرام شكرا على تتبعكم لهذه الفقره فقره كوتش اللقاء على مدار الأسبوع خدينا مدارات أو مدمرات شخصية الطفل الحساب الديني أشكال الذكاءات وأنماط التعلم هذه 10:55 دقيقة على أمواج الإذاعة الوطنية بقوا معنا ما تمشيو فين
Yeah.